احنا شمتانين فيه، ما دي اخرة اللي يقف مع الباطل يا عم. حرام عليك، فرحان فيه ليه؟ ده لسه راجع من اصابة طويلة واتصاب تاني، وبعدين انت نسيت انه شايلك. مش فاكر لما حرم صلاح من دوري الابطال؟ لحيت تنسى كل ده عشانه خطف اللي دي بروين بيحبها؟ لا، عشان حاجة تانية انت عارفها كويس. ما تدخلش الرياضة في السياسة. على رأيك، ما انت بقيت بتطبل لكروز بعد كل اللي عمله. وعموما عندك حق، زي ما حرام اننا نشتم في كورتوا، فحرام كمان اننا نشمت في اصابة امام عاشور. كتفه ايه ده انت فرحان فيه؟ ومفرحش ليه؟ ده واحد خان الزمالك، واحد كان بيشتم في الاهلي ودلوقتي بيقول انا اهلاوي بالفم المليان. ده لعيب ما عندوش ملة اصلا. ده كتفه. يعني انت مش عاوزني اشمت في الحارس بتاعك بس تشمت في امام عادي؟ ايوه اشمت في اللي انا عاوزه بمزاجي. يا عم حرام عليك، ده احنا في رمضان. ولا اقول لك روح اتعالج احسن.